بعض الناس هدانا الله إياه يقول الزمن غدار، كذلك يقول البحر غدار، ينسب الحوادث إلى الدهر كما كان عليه أهل الجاهلية، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلا يمكن أن تنسب الحوادث إلى الدهر، إلى الزمن، إلى الأيام، إلى الليالي، إلى المخلوقات. الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمقلب والمصرف للدهر.